باسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب. صدق صلاح شاهين وصدقوا كل الشعراء والأدباء والفنانين والزعماء والفلاسفة والمؤرخين اللي بعشق مصر ياما تغنوا وسجلوا على مر آلاف السنين ملحمة عشق بالناس وأرض وحكاية كفاح صانة الشرف والعرض. الملحمة ملحمة شعب، والحكاية حكاية وطن. من سنين طويلة والمؤرخين بيحاولوا لاقوا توصيف لحالة اسمها مصر، بلد صلب، شعب عنيد، مع اني تشوفه تلاقي بسيط وسمح وبشوش، صبور ومهاود، ابتسامته صافية وضحكته مجلجلة، بيقاوح مع همومه بالنكتة وبيتلكك للفرح يدخل داره. حربته جيوش الأرض، اتعرض للعدوان، حاولوا يغيروه، يطمسوا هويته، يزيفوا تاريخه، ومحدش قدر. أمرهم من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحياة. كل الشعوب اللي تعرضت للاحتلال اتعلمت لغات، واحنا علمنا الخواجة عربي مكسر. وهو نفسه المصري الأصيل الطيب الأسمراني ابن النيل، تبتقي شره يوم ما يغضب ويصر كرامته والبيته والأهل والعرضه. تاريخ طويل من الكفاح اتكتب عليه، وفي كل مرة يقولوا خلاص هيقع، هيستسلم، هييأس، يقوم أقوى من الأول. وهي دي معجزة مصر، المصريين وحكاية كفاحهم العظيم وتضحياتهم الكبيرة اللي بذلوها من فجر التاريخ عشان مصر تعيش. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. اسمك يا بلدي، اسمك يا بلدي، جيشك وشعبك ضد التحدي. اسمك يا بلدي، اسمك يا بلدي، افتح اي صفحة في تاريخهم هتلاقي ملحمة نضال حية من 1000 سنة، من 100 سنة، وفي كل سنة لحد النهاردة. يناير 2011 خرجوا المصريين يطالبوا بحقهم في الحياة الكريمة، وكانت مطالبهم بسيطة. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك، يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. بس للأسف حلمهم اتخطف منهم، وفي الوقت اللي افتكروا انهم بيستردوا مصر كانت مصر بتتسرق منهم. لو اني كنت رئيسا لمصر لحطمت هذه الاصنام المعبودة وغير المعبودة، لان يجب تحطيم ابو الهول. العالم افتكر ان مصر خلاص وقعت في الفخ، وان المخطط الكبير نجح، وان المصريين هيستسلموا لتجار الدين والارهابيين اللي كانوا فاكرين انهم هيحكموا مصر مئات السنين. انا مش كافر، انا مش ملحد، انا مش كافر، انا مش ملحد.
خرجت الملايين مالوا الشوارع والميادين، ما خافوش من العصبجية والبلطجية، ونزلوا يستردوا بلدهم اللي خطفوها واستنجدوا بجيشهم، جيش مصري الوطني العظيم اللي لبى الندى وحمى مصر من خطر الحرب الأهلية ومخطط التقسيم. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد. فرحنا ورقصنا وغنينا، حسينا مرة تانية إن مصر رجعت لينا، وهتفنا كلنا المرة دي بجد مش هنسيبها لحد. الفائز بمنصب رئيس الجمهورية هو السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. وبعد الفرح جت لحظة الحقيقة. مصر اللي بنحلم بيها محتاجة جهد كبير، والتحديات اللي قدامنا كانت كتير. الاقتصاد اتهز والحالة ضاقت بالناس، العشوائيات في مصر قريبة منقوضة تنتظر انفجار، والبنية التحتية في حالة متردية. تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في معدلات الإصابة بفيروس سي. الوضع بالنسبة للكهرباء في مصر كل مصر في غاية الصعوبة. المستشار هشام بركات النائب العام، والأمن في وضع حساس. انهيار أمن الدول، تفكك النسيج الاجتماعي والمناطقي. ولما نبص حوالينا هنفهم قوي ايه اللي كان متخطط لينا. الضغوط والتهديدات المحيطة بينا حقيقية، والمتربصين اكتر من لسان دين، بس المرة دي كان عندنا اللي صرحنا بالحقيقة، اللي يقول لنا إن المشوار لسه طويل، كان لازم نبقى عارفين إحنا رايحين فين، ندرس الوضع، نكون رؤية، نحط الخطة ونشتغل. الناس كانت بتتحسب من اللي انتوا فيه دلوقتي، وتخوفت منه على مدى أكتر من 50 سنة، إنها تاخد إجراءات لبناء دولة حقيقية تقف على رجلها وتبص لمستقبلها. خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا ده، وعشان كده ما عملوش الإصلاحات. شمرنا واشتغلنا، وفي أقل من 4 سنين اتكررت معجزة المصريين. فتحنا كل الملفات، أخيرا بدينا بإيدينا نبني مصر الجديدة، مصر اللي بنحلم بيها. الموضوع مش سهل، ولسه المشوار طويل ومحتاج صبر وجهد كبير، بس اللي اتحقق أقل من 4 سنين يطمننا على اللي جاي أكيد أحسن. كم المشروعات اللي اتعملت يعتبر معجزة بكل المقاييس، شبكات طرق ضخمة، كباري، أنفاق، محطات كهرباء وطاقة، مشروعات غذائية، استصلاح أراضي زراعية، مين يقدر يبني 1,000,000 وحدة سكنية في أقل من 4 سنين غير المصريين؟ آلاف الأسر سابوا العشوائيات وعايشين في مدن سكنية في ظروف آدمية تحفظ كرامتهم، بداية جديدة لحياتهم وحياة كريمة لولادهم. وعشان كده
المصريين مصدقين ان الحلم قابل للتحقيق وخيره راجع ليهم. هاد شعب قدر يبني كل المدن الجديدة دي في الزمن القياسي ده. العاصمة الإدارية الجديدة والعالمية الجديدة والإسماعيلية الجديدة وتوشكى الجديدة ومدينة الجلالة الجديدة وشرق بورسعيد، شغل وبنى وفرص عمل واستثمار وتنمية وشغل من حديد، مناطق صناعية، مناطق استثمارية وتنمية مجتمعية. خريطة مصر بتترسم من أول وجديد. طب هات لي شعب قدر يمد 3000 كيلو طرق في شهور، هات لي شعب يحفر قناة السويس الجديدة في سنة. ولما الرئيس نادى المصريين وقال لهم هنحفرها بإيدينا وحنمولها بفلوسنا، جمعنا لها 60 مليار جنيه في 8 أيام. في الوقت اللي اتجمع فيه المصريين ورا رئيسهم وحدوا صفهم عشان يبنوا بلدهم، قوى الشر برضو مش عايزة تسيبهم في حالهم. بيرفعوا سلاحهم اللي باعوا ضمايرهم وبيقتلوا فينا وبيخربوا سينا، وكل ده باسم الدين. الإرهاب حصد في 4 سنين شباب زي الورد، مسلمين ومسيحيين وحتى المصلين الآمنين بالذمة في عرف مين وفي أنهي دين. عايزيننا نخاف؟ عايزيننا نموت؟ عايزيننا نسيبها لكم تاني؟ قولوا لدول ودول ودول رجالة مصر على الجبهة بره وجوه، جيش وشرطة، قولوا لأهل الشهداء، قولوا للمصريين اللي مش بيسيبوا طارهم وحيفضلوا يحاربوا عشان بلدهم وعارفين ان ده قدرهم من آلاف السنين. مصر بتخوض حرب وجود، احنا ثابتين ومتحركين في اتجاه هدف واحد، إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها ويزيد. قولوا لأم الشهيد اللي بتوصي ابنها الصغير يصمد على الجبهة ويجيب طار أخوه، قولوا لابن البطل اللي مش هينسى دم أبوه، قولوا لبنت المقدم ومرات النقيب وخطيبة المجند البطل الفقيد، انتوا بتقتلوا وتفجروا عشان أطماع وأحلام بالحكم والسلطة. ولو فاكرين إن مشكلتكم مع نظام تبقوا واهمين، مشكلتكم مع الشعب، مشكلتكم مع ملايين المصريين اللي من يوم ما لفظوكم هم حالفين انكم هتنتهوا للابد وخلاص رحتوا مش راجعين. واحنا بالنسبه لنا متعودين نبني بايد ونحارب بايد، نعمر مصر بدراعنا ونحمي ترابها بدمنا، ولو طلبت اكتر هنضحي اكتر وحنتعب اكتر. وما شاء الله والله اكبر اللي حققناه في اقل من 4 سنين تحققوا الدول في اكتر من 40. حلم مصر الجديد خلاص بيتحقق، دولة مؤسسات بيحكمها الدستور والقانون، كرامة المصري رجعت متصامة، وشباب مصر بقى صوته مسموع يعبر عن نفسه ويمارس حقه ويشارك في رسم مستقبل بلاده. وستات مصر تاج راسها وحراسها، وهم اللي بيحمسوا رجالتها لما يبقوا قاسين. استعدنا دورنا وفرضنا على العالم احترامنا وأصبحنا أصحاب القرار. مصر بتستعيد الريادة والصدارة
في مجالات كتير. ورجعت يا مصر من تاني قبلت الفنانين والمبدعين، وكل ده في أقل من 4 سنين. صحيح التحديات لسه كتيرة وطريقنا مش مفروش بحرير، حنتحارب وحنتعطل من ناس مش عايزانا نكبر، بس المهم نكون احنا عايزين. المستقبل لينا، وشعبنا اغلبه شباب زي الورد، بس اللي زاد علينا اننا بقينا واعيين، عارفين مشاكلنا وعارفين حلولها، وان شاء الله ربنا حيعين وبايدينا هنكتب فصل جديد من الملحمة، ملحمة العشق بالناس وأرض، وحكاية وطن وشعب، فصل جديد في حياتنا وكفاحنا، هيكون عنوانه في كتاب التاريخ تحيا مصر.